لا تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. هل لا يزال التصعيد السياسي والشعبي مستمر في إسرائيل؟ نعم، ما زال الشارع الإسرائيلي يغلي وينتفض ضد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث كان هنالك خبر كان قد ورد قبل قليل صادر عن الشرطة الإسرائيلية تقول أن هنالك حوالي 105 نقطة تظاهرة واحتجاج يأمها ويقودها عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين ضد هذا القرار، واحتجاجا على إقالة يوآف جالانت هذا مساء هذا اليوم. أكبر هذه التظاهرات في منطقة تل أبيب، حيث قدر عدد المتظاهرين المتواجدين الآن في ساحة مركزية وفي شارع طريق أيلون والعديد من الطرق الرئيسية في تل أبيب بقدرة أعدادها ب 105 آلاف متظاهر تواجدوا بطريقة عشوائية دون التخطيط أو دون أن يكون هنالك دعوات رسمية لهذه التظاهرات، ولكنهم جميعهم خرجوا للاحتجاج على قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. تشمل هذه التظاهرات أيضا تظاهرات في مناطق عدة في إسرائيل، على رأسها مدينة حيفا وبئر السبع وفي مدينة القدس. واللافت هذه المرة في مدينة القدس أن هنالك آلاف من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا من المرور وعبور الحواجز الأمنية التي كانت قد وضعتها الشرطة الإسرائيلية أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع غزة في القدس المحتلة. تمكن المتظاهرون من اجتياز هذه الحواجز والاقتراب من البناية أو المبنى الموجود فيه نتنياهو، لذلك قامت قوات من الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين سواء بالاعتداء بالضرب عليهم أو حتى استخدام سيارات رش المياه العادمة التي حتى اللحظة تقوم بجلب العديد من هذه المركبات لرش المتظاهرين وإبعادهم، عدا عن استخدام فرق الخيالة لتفريق المتظاهرين هناك. الآلاف من المتظاهرين يرفعون شعارات تندد بهذا النظام وهذا الائتلاف الحكومي الذي وصفوه بالديكتاتورية والبعد عن الديمقراطية الإسرائيلية. العديد من المحللين الإسرائيليين قالوا أن إسرائيل تمر بأصعب مرحلة أمنية وسياسية، وشبهوها في الحالة السياسية الأمنية التي مرت فيها إسرائيل في حرب عام 1973. نقول هنالك العديد من الحراك الناشط ضد هذه القرارات، وهنالك العديد من التصعيدات على رأسها إعلان اتحاد العمال الإسرائيليين المسمى بالهستدروت، وأنه سيكون له مؤتمر صحفي تمام الساعة 11 صباحا غدا، بأنه سيكون هنالك التزام والانضمام لحركة الاحتجاجات على قرار نتنياهو الأخير. هذا الاتحاد العام للنقابات العمال الإسرائيليين هو الأوسع في إسرائيل، وهذا يعني شل الحركة الاقتصادية في إسرائيل عامة. كما كان هنالك إعلان من رؤساء مجالس بلديات محلية بأنهم سيقومون بالشروع بالإضراب عن الطعام يوم غد، والتظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع غزة في القدس المحتلة. عدا عن ذلك قبل قليل كان هنالك نداء بأيضا انضمام الأطباء ونقابة الأطباء إلى هذه الاحتجاجات وضرب القطاع الصحي أيضا في إسرائيل. عدا عن ذلك رؤساء الجامعات الإسرائيلية كانوا قد أعلنوا قبل قليل أيضا إضراب القطاع التعليمي وعدم فتح القطاع التعليم والجامعات الإسرائيلية يوم غد دون تحديد زمني محدد. إذن ده الموضوع تعدى حتى المواقف السياسية التجارية والاقتصادية والعمالية والعملية. الموضوع تعدى المواقف السياسية إلى مواقف شعبية رافضة ظاهرة للعيان وواضحة للعيان في ما ذكرته من مواقف للنقابات وجامعات وأطباء وما إلى ذلك، وحتى ما نشاهده على الشاشات من تظاهر قطاعات واسعة في إسرائيل رفضا لهذا القانون، والآن ربما أضحى رفضا لهذه الحكومة. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول أن نتنياهو يجري الآن مشاورات داخل مكتبه. ما هي المساحة المتاحة الآن أمام نتنياهو للمناورة، أو بالأحرى ما هي الخيارات المتاحة أمام نتنياهو حتى يمكن يعني مواجهة هذه الاحتجاجات بشكل أقل حدة أو ربما بشكل سياسي أكثر منه أمني؟ نعم،
دعنا نقول أن ليست هنالك أي أنباء حول هذه المشاورات، ولكن بطبيعة متابعتنا لهذه المشاورات المماثلة التي يقودها عادة نتنياهو في وقت متأخر في مثل هذا الوقت أو بعد أحداث دامية كما وصفها البعض في إسرائيل، تكون هذه المشاورات مع مجموعة من البيروقراطيين الإسرائيليين، مع مسؤولين ومن أعضاء كنيست وفي أحزاب الليكود والائتلاف الحكومي، يتشاورون هذه القرارات الإسرائيلية الصادرة كيف تؤثر على علاقات إسرائيل مع الداخل الإسرائيلي ومع الليبراليين ومع المعارضة الإسرائيلية، كيف ستؤثر هذا على نظام الائتلاف الحكومي، وخاصة بعد استطلاعات الرأي الأخيرة التي تؤكد تراجع الائتلاف الحكومي وكسب الأصوات أكثر للمعارضة والحزب المعارضة، وهذا يعني أنه سيكون هنالك انتخابات إسرائيلية جديدة، أي أن نتنياهو سيخسر هذا الائتلاف الحكومي. عدا عن ذلك نقول أن هذه المشاورات أيضا تدرس تبعيات هذا القرار استراتيجيا ودوليا، وخاصة بعد قرار الأخير من السفير القنصل العام في نيويورك باستقالته عقب هذا القرار. عدا عن ذلك نتنياهو الآن بين أمرين أحلاهما مر، هو الخروج من هذه المعضلة بالمحافظة على الوضع العام الاستراتيجي والأمني الإسرائيلي مع الدول الخارجية، أو التراجع عن هذه القرارات والإصلاح القضائي الأخير دون خسران هذا الائتلاف الحكومي وهذا المنصب الذي، وخاصة بعد تهديدات وزير القضاء والعدل الإسرائيلي ليفن بأنه سيقوم باستقالته من منصبه إذا ما خضع نتنياهو لما يطالبه العامة من وقف تعديلات هذا الدستور وهذا الإصلاح القضائي. هذه معادلة صفرية. دانا أقول أن هذه معادلة صفرية، هو لا يستطيع بحسب ما يقول وزير العدل وما يهدد به من أنه سوف يستقيل من هذه الحكومة إذا تم التراجع عن هذا القانون، وبين وجود المتظاهرين في الشارع. إذن الحلول تبدو منعدمة تقريبا فيما يتعلق بنتنياهو وكيفية مواجهة هذا الأمر. نعم، كانت هذه الحلول كان قد عرضها رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتزوغ بأن يكون هنالك تقويض في هذه يعني هذه الإصلاحات في القانون وفي خاصة في اختيار لجنة القضاء في داخل إسرائيل، إلا أن نتنياهو كان قد قطع زيارته مؤخرا إلى لندن وإلى برلين وعاد لرفضه لمثل هذه الإصلاحات. هنالك أحزاب سياسية مع قرارات إسرائيل ومع قرارات الائتلاف الحكومي بتمرير هذا الإصلاح القانوني، وهنالك من يلتزم الصمت داخل هذا الائتلاف الحكومي، وهنالك من يعارض هذه الإصلاحات القانونية. إذن اليوم هذه الحلول تتوقف اليوم، إما سيستجيب نتنياهو لقرار الشارع الإسرائيلي بوقف إصلاح القضاء وهذه التعديلات القضائية التي يحاول إدخالها على القضاء الإسرائيلي، ويعني الانصياع لما يطلبه الشارع الإسرائيلي لوقف هذه التظاهرات وعدم الانقسامات المتتالية في صفوف الائتلاف الحكومي وفي الحكومة الإسرائيلية ككل، أو حتى الاستمرار قدما في عملية إصلاح القضاء والقانون وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يريده وهو ما أكد عليه ويؤيد هذه القرارات إتمار بن غفير ويؤيده أيضا وزير العدل القضائي. هنالك سيكون جلسة يوم الاثنين غدا، أي لرئيس الأركان الجيش الإسرائيلي الذي سيطلع فيه على كل تداعيات هذه الأمور، وسيكون هنالك جلسات متتالية لمعرفة أين تتجه إسرائيل باستمرارها وتعنتها في إصلاح القضاء. هذه المعارضون يقولون أن نتنياهو مصر ومتمسك في إصلاح القضاء هذا لأنه يحاول التهرب من قضايا فساد تلاحقه في القضاء الإسرائيلي، أو حتى تمنع قرارات كانت قد تصدرها المحكمة الإسرائيلية ليسيطر عليها في سلطته التشريعية والتنفيذية. إذن الأمر اليوم مفتوح حول هذه الحلول، هل سينصاع نتنياهو والائتلاف الحكومي لقرارات ومطالب الشارع الإسرائيلي، أم أنه سيتزمت ويلتزم بما يريده إتمار بن غفير ووزير العدل والقضاء الإسرائيلي بعدم الانصياع لقرارات الشارع الإسرائيلي، وبأن الأمن الإسرائيلي على رأس وسلم الأولويات، وبأن إصلاح القضاء هو ضمن هذه المنظومة الأمنية التي يجب على إسرائيل الحفاظ على أمنها وعدم الانصياع لأعمال الشغب وما يريده المشاغبون على حد تعبير إتمار بن غفير الذي قال أنه يسمح بالديمقراطية، يسمح بحرية التعبير عن الرأي، ولكنه لا يسمح بالفساد وقطع الطرق والشغب كما وصف ما يقوم به المتظاهرون سواء في تل أبيب أو في القدس. ننوه في الأخبار الميدانية
على هذا الموضوع أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد نصبت الآن حواجز في عدة مداخل وطرق رئيسية سواء في تل أبيب، في حيفا، في بئر السبع، في القدس، تجنبا لزيادة أعداد المتظاهرين، حيث من المتوقع أن يكون هنالك تظاهرة بعشرات الآلاف وممكن أن تصل إلى المئات سواء في تل أبيب أو حتى أمام البرلمان الإسرائيلي الكنيست وأمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة في القدس المحتلة. نعم، الحل الأكثر فعالية كان من الرئيس الإسرائيلي قبل 10 أيام، لكن الائتلاف الحاكم في إسرائيل رفض هذا الحل وقال أنه لم يتم التشاور مع الائتلاف الحاكم بشأن هذا الحل وهذا الاقتراح الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي. الولايات المتحدة دخلت على خط هذه الأزمة، هناك دعوات من الولايات المتحدة وحذرت من تفاقم هذه الأزمة وقالت أنها سوف تؤثر على إسرائيل سياسيا وأمنيا وعلى الجيش الإسرائيلي. بلينكن أيضا قبل أسبوع تقريبا قال أنه ينبغي التشاور حول حل هذه الأزمة وأنه من بين الديمقراطية التي ربما تنتشر وتقرها إسرائيل أن يتم حل هذه الأزمة من خلال التشاور والتحاور بين كافة الأطراف. هل يمكن للضغوط الأمريكية أن تنجح في حلحلة هذه الأزمة، في التوصل إلى حل وسط بين الأطراف المتنحرة؟ لربما هذه الضغوط الأمريكية كانت قد تنجح الأمر في بداية، وخاصة بعد زيارة بلينكن الأولى لإعادة تنشيط العلاقات بين إدارة واشنطن البيت الأبيض الأمريكي هناك وبين هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. في مستهل زيارته التي كانت قبل أشهر قليلة إلى إسرائيل، كان هنالك تلميحات بسيطة خلال زيارة بلينكن إلى رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ، والذي قال أن أمريكا وإسرائيل متشابهتان في النظام الديمقراطي، وهذا ما وصف بعض المحللين بأنه تلميح من الإدارة الأمريكية بأن على إسرائيل أن تلتزم بالنظام الديمقراطي وأن لا تجر إلى عنف ما بين الحكومة الإسرائيلية وبين المتظاهرين الإسرائيليين. ولكن ما أن ذهب بلينكن وعاد إلى أمريكا ولا الإدارة الأمريكية، إلا أن هذه التظاهرات كانت قد اتسعت رقعتها وانتشرت ليس فقط في أيام السبت وهي أيام الإجازة لدى الإسرائيليين، بل اتسعت رقعتها لتشمل أيام إضافية في الأسبوع، مناطق إضافية ليس فقط في تل أبيب بل في عدة نقاط ومحاور رئيسية. والأمر الذي قابلته الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء عليهم بتسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين. كان هنالك زيارة أخرى من وزير الدفاع الأمريكي، والذي كان في لهجة مباشرة وشديدة وصفها بعض المحللين بأن على الإدارة في أن على الائتلاف الحكومي التراجع عن قراراتها في إصلاح القضاء هذا. وكان هنالك أيضا زيارة من رؤساء كبار مسؤولين في إسرائيل. وبالتالي دانا يبدو أن هناك ضغط أمريكي لحل هذه الأزمة في إسرائيل، وقالت الإدارة الأمريكية أن هذه الأزمة يمكن أن تؤثر على أمن إسرائيل. على أي حال، شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا.